المراجعة مع فريق العمل، ليش وكيف؟ ليش المراجعة الجماعية مع فريق العمل مهمة؟ من غير المراجعة، من غير ما ناخذ الوقت علشان نواجه اللي سويناه ونعكس اللي سويناه، ما بنتعلم. هذه المراجعة تساعد في بناء الثقة وتنمية وتطوير مهارات القيادية داخل الفريق. قد يكون في تحدي في أننا ناخذ الوقت علشان نراجع كفريق عمل، لأنه عملنا سريع وعندنا أشياء كثيرة وعندنا أولويات كثيرة، فهذه قد نجد صعوبة في أننا ناخذ الوقت للمراجعة. وهذه المراجعة الجماعية داخل الفريق قد تكون عبر اجتماع مصغر أسبوعي، أو حتى رسالة إلكترونية تنبعث، حيث نسأل كل عضو من أعضاء الفريق أن يرد على هذه الخمس أسئلة، ألا وهي: رقم 1، إيش الإنجازات؟ رقم 2، إيش اللي ممكن نطوره؟ رقم 3، كيف ساعد أعضاء الفريق بعضهم البعض؟ 4، هل هناك أي احتفالات يحتفلوها أعضاء الفريق هذا الأسبوع؟ 5، إيش الدروس اللي ممكن نجلس ونشاركها مع بعضنا البعض لهذا الأسبوع؟ ونهاية العام هي طريقة جميلة لبدء هذه العادة للعام الجديد. فممكن أننا ناخذ كل الأعضاء وندخل في اجتماع مع بعض، وكل عضو من أعضاء الفريق يشارك أولاً الثلاث إنجازات والتحقيقات الجميلة اللي صارت عبر العام، والثلاث أشياء اللي أحبطتهم في هذا العام. ثانياً، إيش مسببات النجاح اللي تعرفنا عليها، وكيف تغلبنا على الإحباطات خلال هذا العام؟ رقم 3، إيش اللي عمل بطريقة صحيحة وإيش الأشياء اللي ما عملت بطريقة صحيحة؟ 4، إيش الشيء اللي سبب أكبر ضغط على فريق العمل، وكيف ممكن فريق العمل إنه يتغلب عليها في المستقبل؟ 5، نطلب من كل عضو إنه يعطينا الأشياء اللي هو ممتن لها من العام اللي مضى، وكيف ممكن ناخذ هذا الامتنان معانا في العام الجديد؟ المعلومة دون تطبيق، تسلية، إيش اللي بتسويه اليوم علشان تكون القائد المؤثر اللي أنت ولدت لأجله وتساند فريق عملك في هذا التدبر والتفكير؟ يمكنكم التواصل معي على غاية@غايبرواني.com إذا تريدوا تاخذوا الوقت علشان عصف ذهني للطريقة الأنسب لكم، أو يمكنكم زيارة موقعي وهو غايبرواني.com لمزيد من المعلومات حول كيفية مع العمل مع القادة وفرق العمل. مع السلامة.